السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بشرح اللعبة المنتظرة بشدة، لعبة دينيستي ووريرز شاهد. وها هي اللعبة يعني الخاصة بأفضل ألعاب السيوف واللعبة الشهيرة للغاية، دينيستي ووريرز. الآن صدرت اي بي كي للأندرويد. الآن سوف نقوم بالتقدم، شاهدوا هنا فقط مراحل تعليمية، هنا الكاميرا أيضا من الأعلى، شاهدوا. أوه رهيب، سوف أقوم بزيادة قليلا في الصوت. ايوه شاهدوا، واو هذه مرحلة فقط تمهيدية. ايوه هذا الشاهدون فقط مرحلة تعليمية. شاهدوا الآن الأزرار، الكاميرا هنا من الأعلى أيضا. اوه هنا الكاميرا قريبة، شاهدوا. واو شاهد، اللعبة أيضا تذكرني باللعبة التي صدرت يعني هذه السنة، لعبة سيف النار أو هوكاتو نوكن. اللعبة بها جرافيكس عالي كما تشاهدون، تحكم حر، ليس هنالك أي قيود. أسطورة دينيستي ووريرز صدرت الآن رسميا للأندرويد. كنت أنتظر كثيرا هذه اللعبة لأني يعني كنت قد شاهدت تريلر خاص بها. أوه هنا يمكنك التغيير بين الشخصيات، شاهد شاهد الحركة، شاهد الجرافيكس. ممتاز، هيا نتقدم. ما زلنا في المرحلة التمهيدية أو التعليمية أيضا. هنا التحريك، شاهدوا الكاميرا نختار الثانية. جيد، قم بالقضاء عليك. قضينا عليه. هيا الآن نتقدم، شاهدوا الجرافيكس الرهيب الخاص باللعبة، اف بي اس عالي. هنا اعتقد بوس، الآن علينا بالقتال بجدية. شاهد، نقوم بزيادة في الصوت. رهيب، لقد قضينا عليه كما تشاهدون. انا اتقدم، سوف اقوم بتغيير الشخصيه، شاهد هذه الشخصيه ايضا. كونكتن، اعتقد اننا انتهينا من هذه المرحله، كان علي ان اجرب الشخصيه الاخرى ولكن لا باس. هيا الان سوف نبدا الجوله الثانيه، شاهدوا. هيا اوكي، شاهدوا الجرافيكس الخاص باللعبه، سوف اقوم بزياده قليلا في الصوت. سأقوم بتغيير الشخصية. واو واو، كما تشاهدون اللعبة بها شخصيات عديدة يمكنك التغيير بينها. هنا سوف نقوم بالتسديد، نقوم بتغيير هذه الشخصية أو انتهينا. نعم لقد نجحنا في هذه الجولة، صراحة اللعبة هي الأصلية، هذه هي لعبة دينيستي ووريرز الأصلية الموجودة في البلاي ستيشن. الآن سوف نرى الجولة الأخرى. هيا شاهدوا الشخصيات التي يمكنك اختيارها، العديد من الشخصيات. دينيستي ووريرز الأصلية الآن يمكنك لعبها على هاتفك الأندرويد. شاهد، ألا تقل لي أني أعدت، أعتقد أنني أعدت هذه الجولة. ألا هي جولة جديدة؟ نعم، نختار الشخصية الرسمية الخاصة باللعبة الموجودة في الغلاف. أوه شاهد، أوه نختار الفتاة.
رهيب. الآن هنا سوف نقوم باستخدام هذا الهجوم. أوه هو البوس، نعم البوس، شاهدوا هذا الهجوم. أوه نرجع عليه الشخصية أيضا. أوه الشخصية الخاصة بالفتاة، شاهدوا. أوه هي نرجع الشخصية الرسمية. ها لقد فزنا، نعم ممتاز. هذه الجوالات يعني سريعة بعض الشيء، هناك أيضا جوالات بطيئة، عليكم فقط بتجربة اللعبة وإخبارنا رأيك في التعليقات. ممتاز جدا. هيا نقوم باختيار هذه الجولة. ها هي الجولة الرابعة، هيا نتقدم نقوم باللعب بهذه الشخصية أولا. شاهدوا الكاميرا أيضا يمكنك تعديلها هنا 3 من الفوق كما تشاهدون. نقوم باختيار الشخصية الرسمية، شاهدوا الآن الكاميرا هي رقم 3 من الفوق، هنا كما تشاهدون قريبة 1. شاهدوا قوة اللعبة. اختار الفتاة، هيا شاهدوا الضربة الخاصة بالفتاة. مثل لعبة هوكو تونوكين تماما، لكن هذه هي اللعبة الأصلية. كنت أتمنى أن تصدر هذه اللعبة الأصلية. هيا الشخصية الأخرى، هيا. لقد فزنا في هذه الجولة. のため。